في حته غير في افريقيا. النهارده كوت ديفوار بتلعب رواندا. ما هي دي المشكله، انه انت بتحس ان انت مش هقول لك متاخر عن الناس او الركب بتاع اوروبا مثلا سنتين ثلاثه، سنين ضوئيه. اتفرج كده بقى، المفروض ان دول المنتخبين دول بيلعبوا ضد بعض. شايف التماهي في الالوان ما بين الاصفر والمفروض ده برتقاني، يعني المفروض ده اورنج، يعني المفروض ده ماتش واحد. المفروض ان حكم المباراه عارف يفرق ما بين اللونين. بصوا يا جماعه الالوان عامله ازاي في الملعب، ما شفتهاش في حياتي، وما شفتش الاصرار عن المباراه يبقى يتلعب بالطقم ده. الاتنين بيلعبوا بطقم واحد تقريبا، وفارق في الدرجات يكاد يكون طفيف للغايه ما بين الاصفر وما بين الاورنج اللي حضراتكم شايفينه. لقطه كل الناس بتتكلم عليها، لقطه اليوم حقيقه كل الناس بتتكلم عليها. امتى الاتحاد الافريقي لكره القدم هيحطنا على بعد سنتين بس من الناس في اوروبا؟ مش هقول يعني نبقى زيهم لا سمح الله، لكن منظر انا مش هتشوفه غير في افريقيا. دي واحده. الثانيه او الثالثه، فاكرين احنا كنا اتكلمنا مع حضراتكم في جزئيه كانت مهمه جدا اثرناها من خلال متابعتنا للي بيحصل في افريقيا بشكل خاص، يعني